فخلينا كده نبص على اول اكزامبل. فانا هاجي هنا طبعا المين عندي كده اهي فاضيه ما فيهاش اي حاجه، وهبدا دلوقتي هعرف ميثود. ايه الميثود دي؟ فايدتها ايه؟ كل اللي الميثود دي هتعمله انها هتجمع لي رقمين، او تحديدا هي هتطبع لي فاليو بتاعه جمع رقمين. فانت عشان تعرف ميثود، اولا كده الميثود بتعرفها بره المين، وهقول لك بعد ما اخلص الميثودز ليه بتعرفها بره المين. فبتيجي هنا بره المين بشرط انك تكون جوه ايه؟ جوه نفس الكلاس، لان الكلاس ده هو حاجه اساسيه. ده كده دي الورقه بتاعتك، لو انت جيت كتبته بره الورقه فانت كده خلاص، انت كده بتكتب على ايدك، يعني بتكتب في مكان تاني خالص. فانت هنا بره الميثود اللي انت فيها دي بتبدا تعرف ايه الميثود اللي انت عاوزها. فانا مثلا الميثود دي عايزها تكون على الكلاس بتاعي بس، فانا مثلا هخليها برايفت. وعموما اي حاجه بخصوص الاكسس موديفاير سواء بابليك او برايفت مش شرط تستخدمها للميثودز بس، لا انت كمان تقدر تستخدمها للفاريبلز. يعني لو عندك انت اكس ممكن تعمله عادي برايفت لو انت مش عايز حد يستخدمه في كلاس تاني. فهنا برايفت هسميها مثلا ايه، هو طبعا في هنا اول حاجه اكسس موديفاير، وبعد كده في الريتيرن تايب، وبعد كده الميثود نيم. فانا هسيب الريتيرن تايب دلوقتي، والميثود نيم بتاعتي هسميها مثلا سم، انا عايز اسميها كده. وبعد كده ادي براكتس وادي كيرلي بريسز اللي هكتب جواه الكود. طبعا هو مدي ايرور عشان لسه احنا ما كتبناش الريتيرن تايب. فانا عايز الميثود دي جواها هتعمل ايه؟ هتطبع لي بس جمع رقمين. فبتيجي هنا تعمل اس اوت. اس اوت ليه؟ اس اوت ل 5 بلس 6، طبعا انت بتختار اي رقم انت عاوزه يعني. وبعد كده نيجي بقى هنا ايه للريتيرن تايب. هو هقول لك على حاجه، انت دلوقتي طالما الميثود بتاعتك هي عملت كل حاجه عليها وانت مش محتاج حاجه تانية من الميثود، يعني ايه مش محتاج حاجه تانية من الميثود؟ يعني دلوقتي انا جمعت رقمين، انا مش محتاج حاجه تانية من الميثود. في حد تاني يقول لك لا انا هجمع الرقمين دول وبعد كده عايز استخدم الرقمين دول في المين مثلا، ان انا عايز اضربهم في اتنين او ان انا اكمل عليهم شغل تاني. فساعتها ايه كده انت محتاج حاجه من الميثود، بس دلوقتي انا مش محتاج منها حاجه غير انها تطبع الرقمين دول بس. فبتيجي هنا تعمل الريتيرن تايب بتاعتك وبتخليها void. فvoid يعني فراغ. فانت كده بتعرف الميثود دي ان هي هترجع فراغ، يعني تحديدا كده كانها مش هترجع حاجه يعني. فعشان كده هي ايه بتبدا انت تعمل كل حاجه جواها زي ما انت عايز. فخلينا بقى كده نعمل run. فلو جيت عملت run هنا لقيته ما طلعليش اي حاجه. ايه السبب اللي خلاه ما يطلعليش اي حاجه؟ هو الموضوع بكل بساطه ان انت دلوقتي احنا عارفين الستارتنج بوينت بتاعتنا هي مين بالظبط، هي المين. فاول ما هو بدا لقى المين فاضيه، فهو هيعمل حاجه؟ لا مش هيعمل اي حاجه. فازاي بقى اخليه يستخدم الميثود دي؟ كل اللي عليك انك بس هتنادي عليها. فازاي تنادي عليها؟ هي اسمها ايه؟ صم. فتقول لها يا صم، فبس تبعت لها هنا صم، تكتب هنا صم، وبعد كده ادي براكتس وايه والسيمي كولون. كده انت كتبتها اه، بس قال لك هنا ان في مشكله. ايه المشكله دي؟ خلينا كده نقراها. بيقول لك نون ستاتيك ميثود صم كانوت بي ريفرنسد فروم ا ستاتيك كونتكست. يعني ايه الكلام ده؟ هو احنا حاليا هنحل الايرور، بس تفصيليا بقى اصلا ايه المشكله دي وازاي نتفاداها في ايا كان الوقت، فدي هيكون ليها وقتها في الاو بي، في اول محاضره في الاو بي هتفهمها. ففعلا الاو بي مهم زي ما انتم شايفين، في حاجات مش هينفع تتلغي في الاو بي. فهنا الموضوع بكل بساطه عامل ازاي، ان انت دلوقتي المين دي هي فيها كلمه استاتيك، وفي رول كده بيقول لك ان ما ينفعش حاجه استاتيك تنادي على حاجه مش استاتيك. وانت لو جيت بصيت على صم دي ايه؟ مش هتلاقيها ستاتيك، مفيش هنا اي كلمه ستاتيك. فبتيجي هنا بس بعد كده الاكسس موديفاير وتكتب ستاتيك وهتلاقي الايرور بتاعك اتحل. فدلوقتي لما هتيجي تعمل ران ايه اللي هيحصل؟ هو هيبدا اول حاجه يروح هيلاقي هنا في كلمه صم وفي هنا براكتس فاضيه. فيبدا يدور عنده، هل عنده ميثود اسمها صم والبراكتس بتاعتها فاضيه؟ اه هيلاقي واحده اهي. فيبدا ايه؟ يكسكيوت اي حاجه جواها. فخلينا مثلا هنا نعمل اس اوت، نقول مثلا ميثود اكسكيوتد ايا كان الحاجه اللي احنا عايزين نكتبها يعني، عشان بس انت تشوف ايه الفلو الطبيعي للبروجرام. فهو اول حاجه هيعمل ايه؟ هينادي على صم دي
فهي صم دي هيحصل فيها ايه؟ هتطبع 5 زائد 6 فهلاقي 11 ظهرت. وبعد ما طبع دي او هو خلص الحته دي فيبدا ايه؟ يطبع لك السطر ده. فلو جيت دلوقتي عملت ران هتلاقي فعلا طبع 11 وبعديها ميثود executed.